واحنا محل هاوس اند هورس ستور، احنا موجودين من 2009، لكن احنا اصلا في المهنه دي من سنه 1936، واخدينها ابا عن جد. يعني كنت بدي اسالك الفكره دي اجت كيف، من امتى؟ احنا من ايام الجد واحنا شغالين في موضوع الفروسيه، بنصنع حاجات كتير جدا موجوده هنا في مصر، وبعد كده بدانا نطور بقى الرياضه والمستلزمات بتاعه الرياضه، وبدانا كمان نستورد حاجات، والحمد لله يعني الناس كلها عارفانا في المجال ومعروفين الحمد لله في المجال بتاع الفروسيه. طيب انا كنت بس بدي اسال سؤال، انا اللي لابسه ده طبعا انا حاسه الدنيا حر وشوب، بس انا يعني انتوا ده مهم جدا لو حضرتك بتركبي خيل، ده مهم جدا لحضرتك طبعا، اي حاجه موجوده في انا حاسه زي ضد الرصاص يعني، هو بيبقى شبهه، هو بيبقى شبهه، لكن هو احنا المحل الاول عندنا بيبقى فيه قسمين، قسم لبس الفارس ولبس الخيل. لبس الفارس كل المشتملات بتاعته بتبقى موجوده عندنا، اهم حاجه في لبس الفارس الهلمت اللي هي الخوذه والفيست، مش هاي اللي انا لابساه، لا ده كاوبوي، ده بيبقى عشان خاطر الفوت سيشن في تصوير او حاجه. لكن الهلمت الخوذه بتبقى زي الحاجات دي كده اللي موجوده قدامنا، احنا بنقيسها دي بتبقى لحمايه المحيط بتاع الراس بتاع الفارس، عشان لا قدر الله لو الفارس او الفارسه وهما بيركبوا وقعوا من على الخيل بتحمي الراس. بالنسبه للفيست، الفيست طبعا بيبقى مهم جدا لانه بيحمي الصدر والظهر، يعني لو الواحد وقع لا سمح الله بيحمي الصدر والظهر من الصدمات اللي ممكن ياخدها من على الارض او ميكي يقع من على الحصان. باقي اللبس كله موجود، سواء التيشيرت البنطلون البوت. بعدين احنا عندنا برضو حاجه تانية غير البوت الكامل، بيبقى فيه هاف بوت وهاف شابس. ده غير اللي انا لابساه، هل هنصوره هون؟ غير البوت، الهاف شابس ده بيبقى بديل لرقبه البوت، والهاف بوت اللي بتبقى الجزمه لوحدها، بتلبس الاثنين على بعض بيدي بديل للبوت الكامل. طب ده بيفرق في ايه؟ البوت نفسه اللبس بتاعه بيبقى صعب شويه، يعني في القلع واللبس بيبقى الموضوع بيبقى صعب، لكن الهاف شابس ممكن ان هو يسهل الدنيا شويه، انه بيتلبس على مرتين الهاف بوت وفوق الهاف شابس. بالاضافه طبعا للكرباج، للجوانتي، اللبس بتاع الفارس كله الحمد لله موجود عندنا. يعني ما احنا بدنا نحكي بقى بالتفاصيل، انا لاقيه مثلا البنطلون زي اللي انا لابساه دلوقتي. احنا عندنا من البنطلونات عندنا في نوعين، عندنا مصري ومستورد. المستورد طبعا يعني موجود بيبقى قطن فليكرا، والرجل بتاعه بتبقى ستان، تمام. المصري احنا بنيجي نعمل بنطلونات مصري، في ناس بتفتكر ان المصري هيبقى مثلا الصناعه بتاعته كواليتي ممكن ما يكونش، لا بالعكس، احنا عندنا هنا في مصر الحمد لله بنصنع حاجات صراحه، وانا حسيت عندكم بالمحل شغلات مميزه الحمد لله، يعني لله. عم بتجيب شغلات وكلها المصري او الاجنبي كله موجود. في ناس بتحب انها تلبس مستورد هيلاقي الحاجه بتاعته موجوده عندنا، في ناس بتحب تستخدم المصري برضه هيلاقي المنتجات المصري موجوده عندنا. احنا بنحاول نرضي جميع الاذواق، وفي ناس بتبقى طبعا القدرات بتاعتها على المستورد، في ناس قدرات المالية بتبقى موجودة على المصري، فاحنا بنحاول نرضي كل الطبقات. يعني بالنسبة للبنطلون المستورد، هو بيبقى قطن في الليكرا، والرجل بتاعته بتبقى ستان. في البنطلون المصري بيبقى قطن في الليكرا، بس طبعا القطن في المستورد بيبقى أتقل شوية، لكن ما يقلش حاجة عن بس انه بيكون مريح في ركوب الخيل. طبعاً أكيد. يعني طبعا لازم الفارس وهو بيلبس الحاجة يبقى حاسس براحة، ما تبقاش الحاجة مكتفة، عشان طبعا الحركة بتاعته على الخيل بالظبط بتفرق طبعا اكيد. الحاجة كلها ان شاء الله هتبقى طيب موجودة. طيب وايش هيك هذا؟ دي لطشات، دي بتبقى امامي وخلفي، دي ودي بتتركب في رجل الخيل من قدامه ومن ورا، علشان الخيل وهو بيقفز من على الحواجز رجله ما تخبطش في الحواجز بتاعته، فدي بتحمي قصبة الرجل بتاعة الخيل، اتنين امامي واتنين خلفي. يعني انا كمان انا هاي ماسكه هاي، انا اقول لان انا ماليش في الخيل قوي، بس بجد انتوا شجعتوني، الاغراض لما تكون موجوده كلها سهل. الرياضه ممتعه جدا، الرياضه ممتعه جدا. الكرباج موجود عندنا بيبقى فيه منه اكتر من مقاس، اللي بيبقى المقاس المنتشر اكتر اللي هو بيبقى 75 سنتي اللي هو حضرتك ماسكاه، بيبقى فيه 60 سنتي، في بقى حاجات متر و20، في حاجات بقى للترويض بتبقى 2 متر و3 متر. والجلافز كمان، الجوانتي فيه منه انواع كتير جدا. بيبقى فيه النوع دوت اللي هو بيبقى مغطي الايد كلها، بيبقى فيه نص صباع. هو فايده الجوانتي ايه؟ ما انا كنت بدي اسال ليش البس جوانتي. جوانتي الايد ممكن، وهو الفارس وهو ماسك السرعه مع الحركه، الكف من جوه ممكن يحصل فيه مثلا جرح او حاجه، فالجوانتي ده بتبقى حمايه للايد نفسها بالظبط. بيبقى فيه بقى يا اما ياخد الجوانتي كامل للصوابع كلها، يا اما بياخد النص صباع. يبقى احنا حكينا على الجوانتي والبوات والبنطلونات، التيشيرتات كمان عندك مميزه. انا لما قلت لي اقيس انا بصراحه كنت
كلهم بدي البسهم التيشيرتات الحمد لله موجود. وبعدين احنا عندنا برضو حاجه في نص كم وفي كم مش موضوع صيفي وشتوي برضو, احنا في محجبات بالظبط المحجبات كمان اللي بتحب تلبس بالظبط, فاحنا عندنا برضو كل الـ كل الانواع, كمان في احمر في اسود في كل الالوان هتلاقيها موجوده في التيشيرتات.